حلقة جديدة من أرب وود وتغطية أهم الأخبار الفنية وكواليس الفن وأهل الفن في السينما، الدراما، المسرح وكمان المزيكا. مساء الخير يا ديما. ازيك يا كريم، ايه الأخبار؟ كمان ما تنسوش تتابعونا على السوشيال ميديا، فيسبوك، انستجرام وتويتر. حالا هنبتدي بالعناوين. طرح فيلم سطو مثلث في السينمات نهاية شهر يوليو. حسن الرداد ينتهي من تصوير مشاهد فيلمه الجديد ويكند. لقاء حصري مع الفنان اللبناني عاصي الحلاني من بيروت. طرح الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة راكيت رولف في 2018. المخرج دانيس فيلنوف يحدد ميعاد فيلمه الجديد ستوري اوف يور لايف. دانيال رادكليف نجم هاري بوتر يشارك في بطولة فيلم جديد. أربع أفلام من المتوقع عرضهم بين موسم عيد الفطر وموسم عيد الأضحى، وأول الأفلام اللي هتعرض فيلم تفاحة حواء من بطولة سهر الصايغ وثراء جوبيل وطرع ماد ومن إخراج تامر سامي. وبيعتبر فيلم تفاحة حواء أول بطولة مطلقة للفنانة سهر الصايغ، واللي بتقدم من خلاله دور مركب جدا من خلال شخصية ماهي، وهي مريضة نفسيا وبتهرب من حياتها وبتعيش جوه شخصية تانية تماما. وكمان سهر هتفاجئ الجمهور في الفيلم وهتغني أغنية أصل وصورة. وفيلم تفاحة حواء بيعتمد على البطولة الشبابية، وبتقدم المطربة أماني السويسي الأغنية الثانية لفيلم تفاحة حواء وهي بعنوان أعيد حساباتي، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان سامر أبو طالب ومن توزيع خالد عويضة. ومن الأفلام كمان اللي هتتعرض بين المواسم فيلم روج، وهو بطولة فاطمة ناصر وأمير صلاح الدين وشريهان شاهين ومن إخراج جون إكرام. وبتدور أحداث فيلم روش في إطار لايت كوميدي غنائي، وبيستعرض كمان قصة حب بين عاملة في بيوتي سنتر واللي بتقدمها فاطمة ناصر، وعامل ديليفري واللي بيقدمه أمير صلاح الدين. وبيعتمد كمان فيلم روج على البطولة الشبابية، وانتهت المطربة رحاب مطوع من تسجيل الأغنية الدعائية للفيلم وهي بعنوان كده فجأة، وهي من كلمات وألحان وليد جنيدي وتوزيع أحمد أمين. وكمان هينافس بين المواسم فيلم سطو مثلث بطولة أحمد السعداني وريهام حجاج وكلوديا حنا وبيومي فؤاد، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج يونس. دي الحته دي دي عشيقتي وليها سعاد. الملكه كليوباترا العظيمه ستصبح سجائر، منها عاده ومنها صوبه. يا كسبتي لوكال قوي. ايه ده؟ عمري قلت لك ان انت حلوه قوي؟ لا، انت عمرك ما قلت لي كده. وبتدور أحداث فيلم سطو مثلث في إطار كوميدي شبابي حول شاب اسمه علي المراكبي، وساب له جده وصية 5 5 5، وبتعرض بسببها لمواقف صعبة وكوميدية كتير. ومن الأفلام كمان اللي بتنافس فيلم الباب يفوت أمل من بطولة درة وشريف سلامة وعمر محمد نور والإخراج لأحمد البنداري. وبتدور أحداث فيلم الباب يفوت أمل حول زوجين بيحصل بينهم مواقف كوميدية كتير، وخاصة لأن الزوج طبيب بيطري والزوجة محامية، وطول الوقت مختلفين في رأيهم. انت دلوقتي كبرت والمفروض تنام لوحدك في اوضتك. يوه، انا اللي هنا بقرر. من فين هنا هي اللي بتقرر؟ دوشة الطرش. من يومين قفشته ماسك السلحفه وبيطلع دماغها بالمعلقه. ده انا كنت بحاول اكلها دلوقتي. انا طول عمري بقول ان الجواز ده مشروع اجتماعي فاشل. هو حضرتك مرتبطه؟ لا، هو انا بن حامل لكن انا سنجل. ومن فتره انتهى المطرب عبد الباسط حموده والمطربه سالي خليل من تسجيل الاغنيه الدعائيه لفيلم الباب يفوت امل، والاغنيه اسمها الحب ولع في الدره، وهي من كلمات والحان عزيز شفعي وتوزيع اسامه عبد الهادي. من الواضح ان السينما الايام اللي جايه هتعرض الافلام اللي تاجل عرضها في المواسم السينمائيه اللي قبل كده، وكمان بتعتمد الافلام على البطولات الشبابيه اكتر. بعد شويه هنعرف ايه هي اجدد اغاني المطرب التونسي صابر الرباعي. استنونا. رغم ان مسلسل ليالي الحلميه الجزء السادس ما حققش النجاح المتوقع ليه خلال عرضه في رمضان، الا ان عدد كبير من النقاد اشادوا بتصوير المسلسل وبكادرته. وده اللي خلانا نقابل مدير تصوير مسلسل ليالي الحلميه الجزء السادس سامح سليم، وفي البدايه كشف لنا عن وظيفه مدير التصوير في العمل الفني. التصوير عموما هو الناقل، هو اللي بينقل الـ الـ الأداء والحدث اللي بيحصل بينقله من خلال الكاميرا للمشاهد. فهو بينقله إزاي أو بينقله بشكل إيه، هي دي شغلة مدير التصوير. بينقله بـ بـ بحرفية شكلها إيه، هي دي شغلة مدير التصوير.
بينقله بألوان شكلها إيه، بإضاءة شكلها إيه، بليل ولا بنهار ولا يعني بشكل عامل إزاي، هي دي شغلة مدير التصوير اللي في الآخر بتوصل مود للمشاهد، المود اللي هو عايز يوصله في الفيلم ده للمشاهد. التصوير مهنة ممكن يفتكرها البعض انها عملية سهلة، لكن بيدخل فيها امور كتير ومنها الموهبة عشان يقدر يحس المشاهد بجودة الصورة. المفروض انه ما يلاحظ، لو لاحظ هيبقى في شغل في يعني ارتفيشال، في حرفية كده. المفروض انه هو ما يلاحظ، المفروض انه هو يحس الاحساس اللي احنا بنحاول نوصله للمشاهد ده. المفروض انه هو ما يشوفوش، لكن هو هيوصله من خلال الصورة. رجعنا بالتاريخ لورا، وكشف لنا مدير التصوير سامح سليم عن أسعد لحظة في حياته مع المصور السينمائي سعيد الشيمي لما صوروا والأول مرة تحت المية في تاريخ التصوير الفني في مصر من خلال فيلم جحيم تحت الماء سنة 89. أنا عصرت الفترة اللي هو فكر فيها أنه هو يصور تحت المية. كنا ساعتها ما فيش ديجيتال، كنا بنصور سينما، من كل التصوير للأفلام والحاجات سينما. فكان ان احنا نعمل هاوسنج لكاميرا السينما وننزلها تحت الميه بالفيلم اللي هو مدته 4 دقايق ولازم تطلع وتغير الفيلم وتنزل تاني. التقنيه دي هو حقيقه فكر فيها، وفكر مع حد تقني كمان في صناعه السينما قوي اسمه اوهان الله يرحمه، كان بيعمل كاميرات وتكنيكال قوي. فقدر ان هو بعد كذا تجربه فشلت قدر ان هو يعمل هاوسنج للكاميرا ونزل فيها صور تحت المايه وطلع نتيجه مبهره الحقيقه. اما تصوير الافلام الاكشن فبدات التجربه مع سامح سليم من خلال فيلم افريكانو بطوله احمد السقا، وتطورت التجربه في افلام تانية بعد كده. والله الاكشن كان بدايه يعني كان او من بدايتي فيه في قوي يعني. ابتديت في حاجات بسيطة في فيلم أفريكانو، شوية في أفريكانو كان اتعمل كم مشهد كده، نطة القطر، حاجات بسيطة، النطة بتاعت الشلال، يعني كده كان فيها أكشن. بعد كده تطور شوية معانا في فيلم تيتو، لا في مافيا الأول. مافيا كان بالنسبة لي كان نقلة في الأكشن، يعني بالنسبة للفيلم المصري. شفنا صورة جديدة في الأكشن، شفنا حركة كاميرا ازاي، شفنا حاجات كتيرة يعني في الأكشن كويسة في مافيا، وبعد كده في تيتو. وفي آخر لقائنا مع مدير التصوير سامح سليم كشف لنا عن أكتر صعوبات ممكن يقابلها مدير تصوير أثناء عمله. طبعا الشغل في الشارع يعني دماغك بقى في كذا حاجة، دماغك في 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 مليون حاجة، ده اللي هيبص لنا ولا هنعرف ناخد الشوت ازاي، الممثل اللي ماشي في الشارع ده الناس اللي حواليه هتعرفه ولا هنعرف، احنا في الشارع هنا في مصر بنسرق يعني بنحاول ناخد الشطات من غير ما الناس اللي ماشيه في الشارع تاخد بالها. والله هو التصوير ده ليه حق، ده ليه متعه وده ليه متعه، لكن بصراحه في مصر الشغل في الخارجي متعب شويه لان الناس بتضايق، ويعني يمكن قل شويه لكن برضه لسه. محمد خانع يعني نزل بالكاميرا الكبيره اللي كانت 150، كانت كاميرا ضخمه، نزل بيها في الشارع وفي وسط البلد وصور ضربة شمس وعمل أفلام يعني في وسط الشارع وفي وسط الناس، كانت طبعا سبق بالنسبة له في الوقت ده. بعد شوية هنتعرف على أهم ذكريات المصور الفوتوغرافي عادل المبارز مع النجوم والفنانين، خليكم معنا. ودلوقتي جه ميعاد اخبارنا، وهنبتديها بالمطرب التونسي صابر الرباعي اللي بيستعد لطرح احدث اغنيه بعنوان وقت الشده من كلمات ناصر الجيل والحان صابر الرباعي وتوزيع رفيق عاكف. طرحت المطربه امينه اجدد اغنيه سنجل جديده ليها بعنوان اسلوب حياه، والاغنيه من كلمات والحان محمد عبد المنعم. انتهى المطرب محمود العسيلي من تصوير احدث كليبات ويا ناس في سلوفينيا، وهيطرح قريب جدا الكليب على القنوات الفضائيه. عسيلي طرح مؤخرا نشيد ديني اسمه اوعى تخاف، وبيحضر لألبومه الجديد حاليا. سافر المطرب اللبناني جورج الراسي لألمانيا لتصوير احدث كليباته لحدود الادمان من كلمات توني ابي كرم، ومن الحان وتوزيع توني شلبي، ومن اخراج حميد مهاب. يواصل الفنان حسن الرداد تصوير اخر مشاهد فيلمه الجديد ويك اند، واللي بتشاركه البطوله فيه الفنانه ايمي سمير غانم. الرداد قال انه متبقي له يوم واحد بس ويخلص تصوير الفيلم كله، والفيلم من اخراج خالد الحلفاوي.
قررت الشركة المنتجة لفيلم طال إصناعي العودة لاستكمال التصوير الأسبوع اللي جاي، وده بعد فترة توقف شهر. فيلم طال إصناعي بطولة حورية فرغلي، ماجد الكدواني، مي كساب، مصطفى خاطر، محمد سلام، سيد رجب، وعبد الرحمن أبو زهرة، وإخراج خالد دياب، ومن تأليف محمد وخالد وشيرين دياب. مشاهدينا هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. المصور الفوتوغرافي عادل مبارز بيصور أهم فنانين مصر والعالم العربي، وبالنسبة ليه التصوير متعة كبيرة وبيقدر يظهر فيها النجوم بشكل ورؤية مختلفة جدا. قال لكاميرا عرب وود أسرار كتير من أسلوبه في التصوير، واتكلم عن العدسات والكاميرات اللي بيستخدمها. العدسة دي بتوريني مجال، بتوريني شخص واقف قدامي، عيني بتدور جوه الشخص على الإحساس اللي أنا عايز أصوره. عيني هي العدسة الأولى والأخيرة. أنا بالعكس ده أنا بظبط بعيني أحط عدسة مقاسها قد إيه بالظبط علشان أطلع اللي أنا عايزه. عادل مبارز كشف أسرار كتيرة لكاميرا عرب وود عن تصويره للنجمات والنجوم في السينما المصرية، واتكلم عن حب الكاميرا ليهم وحبهم للتصوير والمشاعر اللي بتظهر في الصور. مفيش نجمة ما اشتغلتش معاها باستثناء فاتن حمامي، مفيش نجمة الكاميرا بتاخد منها موقف ما تبقاش نجمة. عادل مبارز كمان كشف أسرار تصويره للديفا سميرة سعيد، وازاي كان تصويرها صعب في يوم لما عمل لها فوتو سيشن، وكمان كشف أسباب الصعوبات دي. الفنانة سميرة سعيد من فترة كان في سيشن بيني وبين وجايلها من سفر، يعني مرتبها مين هيعمل مكياج، قالت لي فلانة. فلانة أنا عارف إنها بتاخد لها 3-4 ساعات على الأقل. قلت لها طيب انا في المصيف كان وقتها فقاعد على البحر، اما توصل قولي لي. خلصت وابتدينا نصور، ادور على سميره جوه الصور مش شايفها مش لاقيها. فقالت لي ها بعد ما خلصنا يعني هنلبس ايه تاني؟ قلت لها احنا مش هنصور تاني. قلت لها انت مش في انت اتدمرتي. قالت لي انا مكسوفه منك، انت جاي من اخر الدنيا. قلت لها ولا فيها اي كسوف، انا هبقى مكسوف جدا لو الصور طلعت وحشه، واحنا دلوقتي بنصور صور انا مش شايف انها تبقى حلوه، ولا غنى التصوير ولا اي يعني خالص، ما كانش فيه اي نوع من انواع القلق. المصور عادل مبارز اتكلم كمان لكاميرا عرب وود عن الفنانه شاديه، وقال كتير عن اسرار تصويره ليها والسر في ان صورها كانت دايما بتطلع حلوه وازاي عمل كده. الفنانه الجميله شاديه دي حد يعني يساعد ويهناء اللي اشتغل معاه. رايح اصورها قبل حفله، وانا عرفت ان الحفله الساعه 10:30 هي هتبقى في سينما قصر النيل. فالساعه 9 بالظبط خرجت ومتوتره وعصبيه. فايه قالت لي انا معلش انت اول مره هتصورني، فمعلش انا هستسمعك، انا متوتره جدا انا عندي حفله. طيب نعمل ايه؟ قلت لها تعالي اقفي هنا. اخترت حيطة كده فاضية خالص، وهي كانت لابسة فستان جميل قوي ومعها فرير، فخليتها حطت الفرير وعملنا بيه شوية حركات. قلت لها أنا خلصت، أنا هقول أوكي بس توعدني لو الصور ما عجبتكش ما تنشرهاش. قلت لها طبعا أوعدك. رحت شفت الصور طلعت حلوة جدا نشرتها. عادل مبارز اتكلم لكاميرا عرب وود عن اول نجمه صورها، وكمان عن كواليس الفوازير وصور النجوم على غلاف المجلات الفنيه اللي تميز بيها، والفنانين اللي ظهروا لاول مره على غلاف المجلات قبل ما يبقوا مشهورين. اول فنانه نجمه صورتها وانا في مجله الكواكب كانت الفنانه نيل، وعملت لها صور كانت بتعمل هي الفوازير وانا صورتها في اللوكيشن يعني. فالصور عجبت زملائي الصحفيين جدا، وبقوا هم كمان اللي بيشجعوني اكتر ان انا اشتغل معاهم. هي حلوه وملفته ومبهره وكل حاجه فيها يعني جميله ما شاء الله. فالصور دي كانت فعلا هي اللي قدمتني لزملائي الاول، مفيش حد ما عملتوش غلاف. يعني في فنانين كتير جدا 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 اول غلاف في حياتهم كان الحمد لله ربنا بيوفقني ان اكون انا صاحب الغلاف يعني. عادل مبارز كشف اسرار تصويره للزعيم عادل امام لكاميرا عرب وود، وكمان اتكلم عن تفاصيل الصور اللي قام بتصويرها ليه وكواليسها، وايه كانت حكايه تصويره لعادل امام.
صورت الفنان عادل امام وطلبت منه ان احنا نعمل صور جد، وهو كوميديا ما كانش لسه عمل اي ادوار جده، يعني اول دور جد عمله كان بسبب الصور اللي انا صورتها له. عمل اختاروا الاستاذ سمير سيف من الصور، عمل فيلم المشبوه، وبعديه راح عامل جمعة الشوان بقى وابراهيم الطاير، وقلبت معاه خالص بجدية شديدة. هو جواه طاقات غير عادية، هو فنان بجد، فنان رائع وحياته واهبها لفنه. فأنا كنت شايف فيه حتة جميلة جدا في جديته برضه، مش في كوميديانيته بس. فاخترت الحتة دي وقدمت بيها، والحمد لله نجحت معاه جدا يعني. كمان المصور عادل مبارز اتكلم عن التصوير الفوتوغرافي والفوتوشوب والتعديلات اللي بتتعمل على الصورة الفوتوغرافية، وكمان اتكلم لكاميرا عرب ودع عن الصور اللي بتطلع موضة وازاي الصورة لازم تعيش لسنين طويلة. المفروض تبقى الصورة بنسبة 85% طبيعية و15% عليها بعض التعديلات. انا بشوف صور بنسبة 98% فوتوشوب وبتعجب الناس جدا، يعني مفيش اي حاجة طبيعية فيها، يعني ولا تعرفي مين اصلا اللي بتصور ولا تعرفي مين اللي متصور، يعني وركز تاني ولا تعرفي مين اللي متصور، لكن الصورة بتبقى عاجبة الناس جدا. فانا ببقى مش قادر اصدق، لكن انا من جوايا انا عارف ان الصورة الموضة بتنتهي بانتهاء الموضة، ما تقدريش تقدمي نفسك بيها تاني ولا تقدري تشوفيها مرة تانية بعد سنة، يعني بعد سنة الصورة دي هتبقى خلصت. أنا بعمل الصور اللي تعيش، اللي تقدر تشوفيها وتشوفيها بعد سنة وتشوفيها بعد 45 سنة، وتشوفيها الأجيال اللي جاية تقدر تشوفها وتعرف الفنان ده كان شكله إيه وإحساسه إيه وعمل إزاي بالظبط. عادل مبارز كمان اتكلم لكاميرا عرب وود عن إن إزاي الصور بتحسن الحالة النفسية، وكمان كشف أسرار كتير عن التصوير الفوتوغرافي ومين اللي كان نفسه من الفنانين اللي يصورهم. الفنان محمد منير كان في حلقة مرة مع محمود سعد، محمود سعد سأله أنت بتبسط نفسك إزاي؟ احتار، قال له أنا أبسط نفسي يعني إزاي؟ ما أعرفش أبسط نفسي، يعني الستات الفنانات يروحوا عند عمك عادل مبارز يعملوا صور، أو عند أي مصور يعني يعملوا صور، يتلاقوا نفسهم تاني يوم صورهم حلوة على أغلفة المجلات يتبسطوا، لكن أنا هعمل كده لو صورت روحت لعادل هيتخانق معي. لا ده يعني أنا بحب محمد جدا طبعا، محمد منير يعني حبيبي وأخ العمر يعني، بس فعلا هو بيتكلم صح، الصور بتسعد. فأي فنانة بتتصور كتير بتتصور عشان تبسط نفسها تسعد نفسها. عادل مبارز مصور متميز جدا، وبيتمنى انه يستمر في تميزه ده في التصوير الفوتوغرافي، في تصوير اكبر عدد من الفنانين عشان نشوفهم بعينيه وبعدسته. يا ترى ايه هي اجدد صور الفنانه نانسي عجرم على الفيسبوك؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. نجح الفنان احمد فهمي واكرم حسني في تقديم دويتو ناجح في شهر رمضان من خلال تقديم احد الاعلانات على الشاشه. وهنشوف احمد فهمي واكرم حسني من جديد، لكن من خلال دويتو سينمائي من خلال فيلم الفيل الاحمر، واللي بداوا تصويره من فتره وناقص لهم حوالي 3 ايام بس ويخلصوا التصوير. والفيل الاحمر من تاليف شريف نجيب واحمد فهمي ومن اخراج معتز التوني، والفيلم ملوش اي علاقه بفيلم الفيل الازرق اللي قدمه الفنان كريم عبد العزيز قبل كده. وفيلم الفيل الأحمر بيعتبر أول فيلم لأكرم حسني وأول فيلم لأحمد فهمي بعد انفصاله عن شيكو وهشام ماجد، واللي كونوا مع بعض ثلاثي ناجح من خلال السينما. شارك عدد كبير من النجوم في إعلانات شهر رمضان، ونجح أكتر من فنان في تكوين دويتو ناجح على الشاشة، وكمان هنشوف نفس الدويتوهات في السينما الفترة اللي جاية. ونجحت كمان الإعلانات إنها تجمع الفنانة ليلى علوي ومنى شلبي، وهنشوف ليلى علوي ومنى شلبي قريب من خلال فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن. وفيلم الماء والخضرة والوجه الحسن للمخرج يسري نصر الله، ومن أيام نزل أفيش الفيلم وعليه كل الأبطال اللي بيشاركوا في الفيلم، وهم ليلى علوي وباسم سمرة ومنى شلبي وصابرين وأحمد داود ومحمد فراج. وبتدور أحداث الفيلم عن طباخين الأفراح واللي بيتجولوا في كل القرى والمدن، وبيناقش كمان الفيلم طبقات المجتمع المصري مختلف شرائحه. وشفنا كمان في شهر رمضان شيكو وهشام ماجد، وبرضه هنشوفهم الفترة اللي جاية في فيلم حملة فريزر.
وفيلم حملة فريزر بدأ تصويره هشام وشيكو من فترة وبتدور أحداثه في إطار فانتسي كوميدي كعادة أفلامهم، والفيلم من إخراج سامح عبد العزيز. ومن الواضح أن معظم الدويتوهات اللي شفناها السنة دي في الإعلانات هنشوفهم بعد فترة في أفلام سينمائية. لقاء حصري من بيروت مع الفنان عاصي الحلاني معانا بعد شوية. ودلوقتي جه معايا فقرة السوشيال ميديا واللي هنبتديها بالفنانة أصالة اللي نشرت بوست على صفحتها على الفيسبوك وكتبت يا رب احفظ بلادي السعودية والعراق كما حفظت كرامات المسلمين بأي أرض وجدوا فيها، يا رب احفظها ومن أراد بها شر رد عليه شر. المطرب أحمد جمال نشر صورة ليه على إنستغرام وكتب عليها من كواليس تصوير كليب يلا نعيش، تابعوني على القناة الرسمية باليوتيوب. على صفحتها بالفيسبوك نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة ليها وكتب التعليق بيقول الرجولة أدب قبل أن تكون لقب والإنوثة حياء قبل أن تكون أزياء. المطربة أحلام نشرت صورة للمسجد النبوي الشريف على صفحتها على الفيسبوك وكتبت عذرا رسول الله لم يحترم القتلة هيبة مقامك حسبنا الله ونعم الوكيل. الفنانة مي عز الدين نشرت صورة لبوكيه وردة على صفحتها بالفيسبوك أهداها لها الفنان أحمد السعدني وكتبت وقالت ورد وشوكولاتة الهدية اللي أنا بحبها. شارك الفنان عاصي الحلاني في إحدى الحملات الخيرية في بيروت اللي بتهدف لمساعدة الشباب وتوعيتهم بمخاطر تعاطي المخدرات. فارس الغناء العربي عاصي الحلاني وبلفتة إنسانية مش جديدة عليه وافق من دون تردد على تقديم صوته بعمل فني يخص المشروع ده إلى جانب مشاركة بنته الفنانة ماريتا حلاني بتصوير العمل الفني الهادف لبناء مجتمع أفضل بعيد عن تعاطي المخدرات. وخلال تصوير العمل مع المخرج جوني أبو عبدو كاميرا عرب وود دخلت حصريا كواليس العمل وانفردنا بلقاءات خاصة مع عاصي وماريتا وكل فريق العمل. في البداية قابلنا الشاعر الكبير نزار فرانسيس اللي بيشارك في العمل من خلال تأليف كلمات الأغنية اللي هيغنيها عاصي الحلاني. العمل هو بتعرف مثل ما بتعرف هادف، هو توعوي، هو موجه للشباب، للجيل اللي بده بحاجة لحدا يضل يوعي، يضل يقول له انتبه، يضل يقول له في خطر عم يجي عليك، وهذا الخطر لما بيصيبك بيصيب نقلنا، بيصيب الوطن كوطن، بيصيب المجتمع. وعاصي الحلاني ولا مرة بيتردد، ما عنده تردد بأي عرض له علاقة بالتوعية الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية وحتى الوطنية. أما الفنانة ماريتا الحلاني بنت الفنان عاصي الحلاني اللي بتشاركوا التصوير فكشفت لكاميرا عرب وود عن سر مشاركتها في الحملة دي. أول مرة أنا يعني بشارك بعمل عن هذا الموضوع اللي هو أنه ضد تنساعد عن الناس اللي عم بيعانوا من مشكلة فايتين بالمخدرات، فبحس أنه لازم أنا ما أكون من المشاهدين وأنه شارك وساعد قد ما فيه، لأنه في كتير عالم حوالينا، في شباب من جيلي من عمري، حبيت أتوجه لألهم. بركة نحن بنعرف ناس حوالينا عم بيتعاتوا أو عم بيعانوا من هالمشكلة، فينا نقف حدهم ونساعد. ماريتا مش أول مرة تقدم أعمال فنية وأعمال إنسانية مع والدها الفنان عاصي الحلاني، سألناها عن إحساسها بالتعاون ده. أكيد كتير سعيدة، ولأنه هي من يعني كيف انا حبيت من انا كذا مره سبق وشاركت باعمال خيريه للسرطان، لطفوله بسمه تبع العائله بلبنان يعني، وهذا الشيء بيرجع لتربيه العائله، يعني انا كيف اهلنا ربونا انا واخواتي من احنا وصغار انه نحس مع غيرنا، نساعد غيرنا، ودائما يعني نكون واقفين حد المحتاجين. أما الفنان عاصي الحلاني فبدأ كلامه بشكر أعضاء الحملة على اختياره للمشاركة معاهم في العمل الخيري. كتير مهم نحط إيدينا بإيدين بعضنا مشان أمور إنسانية، ويعني أنا مش وقفت بس على موضوع التعاطي بالمخدرات وهالفكرة اللي قاموا فيها الطلاب، اللي أنا بحييهم طلاب القوات اللبنانية واختاروني يكون معهم بهالحملة اللي قايمين فيها. بتشكر كل اللي خصوني انه كون انا ضمن هيدي الحملة معهم، لانه هيدا هدف بالنسبة لي، انا هدف سامي ورسالة كتير مهمة. تفاصيل اكتر عن الاغنية اللي هتكون في الحملة كلمنا عنها الفنان عاصي الحلاني واللي كتب كلماتها الشاعر نزار فرانسيس. الاغنية من الحاني وتوزيع لجون ماري رياشي، فالموضوع بيحكي على موضوع انه بالنهاية هيدا الشيء نهايته الهلاك،
وكل حدا عنده ولد، كل حدا عنده عائلة بصير عنده هيدا القلق وعنده الخوف، لأنه هيدا الخطر مهدد المجتمع بالعالم مش بس عنا بلبنان، يعني نحنا أكيد جزء من العالم بالنهاية. وفي آخر لقاء معانا كشف لنا عاصي الحلاني عن شعوره وبنته ماريتا بمشاركته في الحملة الخيرية دي. طبعا هني طلبوا انه تكون ماريتا، وانا طبعا بديت استعدادي، لانه ماريتا مثل ما حضرتك عم تحكي انه صبيه بعدها يعني بعمر صغير، اكيد بتحاكي اللي من عمرها واصغر منها بتاثروا فيها طبعا لما يشوفوها، مثل ما كمان نحن بتاثروا فينا شباب واجيال كثيره من السابق ولغايه اليوم. فهذا العمل في ماريتا لانه مثل ما قلت لك هي يعني وجه إذا بدك بتمثل البراءة بكل ما الكلمة من معنى بهذا العمل. يا ترى إيه هي أجدد أفلام نجم هوليوود دانيال رادكليف؟ هنعرف بس بعد شوي. ودلوقتي جه ميعاد أخبارنا العالمية، والمرة دي الصور اللي على إنستغرام بتاعت كاني ويست وكيم كارداشيان مش صورهم، دي صور بنتهم نورث ويست اللي بتحتفل بعيد ميلادها وبتكمل 3 سنين، وكانت متصورة بفستان أميرة من أميرات ديزني لونه بينك. النجمة ليا ميشيل نزلت صور على الإنستغرام بتاعتها مع صاحبها الحقيقي الممثل روبرت باكلي وهي في كواليس التصوير، ونزلت صورة تانية هي وصاحبها وكل فريق التصوير. النجمة آل فانينج احتفلت بتخرجها من المدرسة الثانوية ونزلت صورها في الحفلة على إنستغرام، وبعد كده بالليل نزلت الصورة ليها وهي في افتتاح أحدث أفلامها دانيان ديمان، وبعد كده نزلت صورة ليها وهي في الحفلة اللي بعد العرض الخاص للفيلم. اتحدد معاد نزول فيلم Arrival في السينما في 11 نوفمبر 2016 من بطولة إيمي آدمز وجيرمي رينر، والفيلم اتغير اسمه اللي كان Story of Your Life، الفيلم من إخراج دانيس فيلنيف. وسبب تأخير الفيلم إن الشركة بتتوقع إنه هينافس على جوائز كتير، وممكن يبقى فيه ترشيح أوسكار ثالث لجيرمي رينر وسادس لإيمي. ولكل محبي إيمي آدمز ففي فيلم Nocturnal Creatures هينزل لها في ديسمبر 2016. آخر خبر معانا هو قرار شركة ديزني إنها هتطرح الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة راكيت رول في سنة 2018، والفيلم بيصنف من أفلام الأكشن والكوميديا العائلية. مشاهدينا نروح دلوقتي الفاصل ونرجع لكم تاني، خليكم معانا ما تروحوش بعيد. نجوم كتير اشتهروا بسرعة ونجوم تانية اشتهروا بضربة حظ أو بدور قوي في فيلم، لكن لو هنتكلم عن النجم دانيال رادكليف أو هاري بوتر فطبعا الدور ده نقل الطفل اللي عنده 11 سنة نقلة كبيرة جدا عدت كل التوقعات. في 23 يوليو 89 اتولد دانيال رادكليف، وكان أبوه بيشتغل وكيل أدبي، وطبعا ما كانش يتوقع الشهرة اللي حصلت لابنه لما بقى بطل سلسلة هاري بوتر. بس سلسلة هاري بوتر مش أول عمل لدانيال، لأن أول عمل ليه كان فيلم تلفزيوني على قناة بي بي سي سنة 1999، وهو فيلم ديفيد كوبرفيلد عن رواية الأديب العالمي تشارلز ديكنز. وبعدها راح تجارب الأداء لشخصية هاري بوتر واللي اختاروه ما بين أكتر من 22 ألف طفل، وفعلا نجح دانيال في أداء الشخصية الأدبية الأكثر شهرة والأكثر ربحا في تاريخ السينما. وفعلا كرس دانيال نفسه للشخصية اللي بدأ أول جزء ليها سنة 2001 وآخر جزء ليها كان سنة 2011، وده معناه أن الشخصية أخذت 10 سنين من عمر دانيال. وعمل بعدها أفلام كتير بس ما نجحتش زي سلسلة أفلام هاري بوتر، بس نجحت نجاح يخلي دانيال من نجوم الصف الأول في هوليوود. وبالتحديد في سنة 2012 وفي تصوير فيلم كيل يور دارلينجز، أعلن دانيال في أكتوبر 2012 علاقته مع زميلته في الفيلم الممثلة إيرين دايك، وكان باين عليهم الحب خصوصاً إنها صديقته من فترة كبيرة وكمان بتساعده على تحسين لكنته الأمريكية. ولكل محبي دانيال يقدروا يشوفوه في دور جديد في فيلم Now You See Me Part 2. الموزع الموسيقي هاني شنودة واحد من علامات الموسيقى المصرية في العصر الحديث، وكان ليه الفضل والريادة في تكوين أول فرقة موسيقية في مصر وهي فرقة المصريين. فرقة المصريين رغم مرور سنين طويلة عليها إلا أن أغانيها لسه عايشة مع أجيال كتيرة من الشعب المصري والعربي لغاية النهاردة، وده اللي خلانا نقابل مؤسس الفرقة الملحن الكبير هاني شنودة في لقاء حصري للبرنامج. فرقة المصريين وأنا طبعا الملحن والموزع بتاعهم، هي غيرت شكل الموسيقى خالص في مصر. ما كانش في حاجة اسمها بيز جيتار، ما كانش في حاجة اسمها هارموني في الأصوات، أفضل أقول بقى ما كانش
للصبح لان التغيير كان كبير جدا جدا. وفي الاول بقى فضلوا يقولوا ظاهره ومش ظاهره والحكايه والروايه. انا عايز انقل لحضرتك بقى طبعا فرقه المصريين دلوقتي 38 سنه اظن لان هي 77 وقبلها محمد منير عملت الشريط الاولاني بتاعه وهم برضو هم اللي عزفوا معايا في شريط المنير الاولاني. ومن بداية ظهور فرقة المصريين ولغاية اليوم ظهرت واختفت فرق موسيقية كتيرة جدا من منها اللي قدر يثبت وجوده على الساحة لعدد من السنين وفي منها اللي ما كملش سنة واختفى والناس نسيت. النهاردة علشان تاني كل حاجة على النت ببلاش ما عادش فيه شركات توزيع ودي كانت بتقف جنب الفنانين يعني الشركة بتعمل كاست. الشركة عشان تربح لازم تبيع ده بيخلي الأغنية تنتشر. النهاردة مين اللي يعملوا أغنية حطوها على اليوتيوب وبعدين مفيش. انت عارفك حضرتك ما بتبقيش عارف إذا كانت الأغنية نجحت ولا اللي عامل الأغنية مش عارف. أما الفرق الموسيقية اللي ظهرت في الوقت الحالي فكتير من النقاد والموسيقيين كان بينهم حالة جدل حوالين موهبة الفرق دي وده السؤال اللي وجهناه لهاني شنودة ويا ترى كان إيه رأيه في الفرق الجديدة. لازم في الأول الفرقة يكون عندها موهبة في انتقاء الكلمة. اللي مش هيلاقي الكلام حلو مش هينجح. اتنين الكلام اللي فيه فنكيعة ولا مش عارف ايه مش هيستمر. هينجح بس مش هيستمر. انا بتكلم جد. الكلام ده اول خطوة في النجاح. اللحن الخطوة التانية. اللي موهوب يشتغل. التوزيع اللي موهوب يشتغل. لكن لو رجعنا تاني لفرقة المصريين في كتير من الناس مش عارفين السر ورا نجاح الفرقة دي وكمان انها تعيش كل السنين دي. الفرقة دي على فكرة احد اسباب نجاحها ان ممدوح قاسم كونسرفاتوار ايمان يونس كونسرفاتوار مفيش غير تحسين وهاني الازهري بس هم اللي مش خريج. انا خريج تربية موسيقية وكونسرفاتوار فالدراسة عندنا كانت غالبة على الهواية. الملحن والموسيقي الكبير هاني شنودة قدر انه يفهم السبب اللي مخلي عدد كبير من الشباب ما يحبوش يسمعوا الاغاني التراثية المصرية ويتجهوا لسماع الاغاني الحديثة. طبعا الناس ما تقدرش النهاردة تسمع حاجات زمان بالكواليتي بتاع زمان. انا بتكلم على الشباب لان الكبار عندهم ارتباط عاطفي لكن النهاردة انت لما تجيبي عشان كده لما هم ناس جابوا ام كلثوم وقعدوا التوزيع وناس عجبت الشباب جدا لكن هم بيقدرش يسمع الكواليتي بتاع زمان. خلي بالك ده موضوع مهم قوي. الحل اللي طرحه هاني شنودة هو اعاده توزيع الاغاني القديمه بكواليتي وتقنيات حديثه لكن هتفضل برضو المشكله قائمه في شركات الانتاج الفني. اللي حاصل ان الشركات كلها قفلت كل الشركات وطالبنا من زمن 15 سنه بقانون للقرصنه على النت محدش سأل فينا. خلي بال حضرتك من حاجه مفيش انتاج اغاني دلوقتي وانتاج الاغاني قليل جدا واللي بينتجوا بيخسروا وهم عارفين انهم هيخسروا والمطربين بيعملوا كده عشان ياخدوا حفلات او يعملوا كده لكن انتاج الاغنيه توقف. مشكله القرصنه فعلا هي بقت مشكله العصر والاخطر انها تجاوزت سوق الاغنيه علشان تهدد كمان سوق السينما لكن رغم خطورتها في دول كتير قدرت انها تسيطر على المشكله دي. نقلا عن المنتجه الكبيره اسعد يونس ونقلا عن الناس اللي بيقولوا ان 3-4 سنين والسينما هتقف لان ببلاش تجيب الفيلم من عن ببلاش تقعد تتفرج عليه وخلص. طيب سؤال بقى اول حاجه انت تجيبي حضرتك صفحه عمرو دياب هنا تنزلي اي اغنيه ببلاش تروحي امريكا تجيبي صفحه عمرو دياب هو نفسه نفس الفنان عمرو دياب تيجي تنزلي اي اغنيه يقول لك حط الكارت البنكي فوته وياخد منك دولار ونص في الاغنيه. يبقى المشكله فين؟ هاني شنودة لخص لنا مشكلة القرصنة في كلمتين وقدم كمان الحل العملي اللي لو الدول فعلا أخدت بيه ممكن يكون ليه نتيجة إيجابية على إعادة انتعاش السوق الغنائي. اللي بينشل 30 جنيه من جيب واحد في الأوتوبيس ولا حاجة النيابة تاخده وتوديه مش عارف المحكمة والمحكمة تسجنه ويقعد في السجن. واللي بيسرق المؤلف والملحن والموزع والفرقة والاستوديو والمطرب
والكورال والمنتج واللي عامل الارت ما حدش بيكلمه. لازم يكون في نية عند الدولة بانها تحافظ على الاغنية وعلى الفيلم، لان دي احد اسس الدولة. وفي اخر لقاءنا مع الموسيقار الكبير هاني شنودة سألناه عن رأيه في اغاني المهرجانات، والمفاجأة انه كان معجب بيهم جدا لكن بشروط. الناس بتوع الاغاني اللي تسمت المهرجانات، انا بحب مزيكتكم بس انا معترض على الكلام، لان انا لو جيت اسمع جيراني مفيش صاحب يتصاحب يعني بشتمهم، فهسمع احطها ازاي في البيت؟ ارجوكم ودوا الكلمات بتاعتكم الاول على الرقابه الفنيه، على المصنفات الفنيه، ارجوكم عشان انا اقدر اشغلها في بيتنا. خلصت حلقتنا النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ميرسي يا كريم. ميرسي ليك يا ديما. كمان احب افكر مشاهدينا يتواصلوا معانا على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستجرام، من النهارده لغايه لما نشوفكم تاني. ديما موسى وكريم سخنه، توحشونا جدا جدا.